طيب اليوم إن شاء الله بدنا نستأنف موضوع الفيكتور، بدنا نحكي على الجزئية الثانية. إحنا اتفقنا من المرة الماضية إنه TF IDF والPMI هي عبارة عن sparse representation، وsparse زي ما شفنا إنه كيف بيكون شكل الماتريكس، إنه بتكون عبارة عن ماتريكس وفيها أصفار كتير، فيها إنه معظم الإليمنتس أنا بيكون فيها زيرو. هذه واحدة من الدروباك. الدروباك الثانية إنه الدايمينشناليتي تبعتها ممكن تكون من 20,000 إلى 50,000، وفي بعض الأحيان ممكن تتجاوز المليون إذا كانت أنت عندك داتا سيت كبيرة. فبالتالي هاي دايمينشنال داتا، معظم الالجوريثمز تبعت الماشين ليرنينج في عندها اشكاليه في التعامل مع الهاي دايمنشنال داتا. تمام. فالبديل انه احنا نستخدم دنس فيكتورز، دنس ريبريزنتيشن. تمام. فالدنس فيكتورز الميزه تبعتها انه شورت من 50 لغايه 1000، وممكن تسجل عندك ملاحظة هيك على الهامش انه mostly حوالين 300 400 350، انه هذه شغلة experimentally، يعني انه عدد الدايمنشن، لانه هذا انت بتختاره، لانه انت بدك تعمل mapping من sparse لdense vector. العملية هذه بنسميها embedding، a word embedding. تمام. هذه شغلة. والشغلة الثانية انه dense، إنه most of elements non-zero، في value. هجد لما يكون في عندي أصفار كتير، وخاصة إذا أنت بتطبق الكوساين، إشكالية يعني mathematically في عندنا إشكالية في الشغلة هذه. فبالتالي لما أتخلص من الأصفار ويكون إنه أنا عندي dimension معقولة، فبالتالي إنه machine learning algorithms بتكون more robust إنه تتعامل مع text features. تمام. فبالتالي ليش نستخدم الدنس؟ لانه بطبيعه الحال انه من السهل انه نستخدمها كفيتشر في الماشين ليرنينج الجوريثمز، فبالتالي less weight to tune. قارن انه انت لما يكون عندك مثلا 300 400 فيتشر بين انه يكون في عندك 10,000 او 100,000 دايمنشن، فعليا الالجوريثم ببطل انه هو يجمع، انه يقدر يحدد الويت تبعت الفيتشرز هذه او مدى اهميتها في التاسك تبعتي. فبالتالي لما يكون سهل علي انه استخدمها كفيتشرز، كذلك انه الجنراليزيشن انا بيكون في عندي بيتر، يعني افضل من انه نستخدم explicit count او يكون في عندي sparse vector. اكثر يعني من النقاط الاكثر اهميه كذلك انه فعليا انه هي افضل انه انت تعمل فيها capture للسينونيمي، هي المرادفات، او مش بالاحرى المرادفات، انه الشغلات اللي بتكون related مع بعض، لانه احنا العلاقات هذه احنا درسناها في الباب الماضي. تمام. انه السياره بتستخدم جازولين، تمام، والطبيب فيه له عياده، هذه عباره عن علاقه ريليتدنس. تمام. بينما لما يكون في عندك مرادفات، انت في عندك اكثر من يعني شجاع، مقدام، هذول مرادفات، فهذه علاقه وهذه علاقه ثانيه، وفي عندك علاقه ثالثه برضو احنا اخذناها المحاضره الماضيه اللي هي الضد. تمام. ضعيف قوي، كبير صغير، زي هيك. تمام. فبالتالي هو فعليا عنده القدرة انه هو يكتشف هاي العلاقات. طبعا هاي الشغلة بيقدر انه يكتشفها statistically، وحديثا صارت باستخدام الديب نتورك او الديب نيورال نتورك اللي احنا بدنا نحكي عنها، وانه نتوسع فيها ونشوف تطبيقاتها في الماشين ترانسليشن وفي التكست كلاسيفيكيشن. تمام. فبالتالي زي ما حكينا الكار والاوتوموبيل هدول سينونيم. في السبارس بنعتبرهم ديستينكت دايمنشن، يعني كل واحد فيتشر لحال،
بينما في الدنس نعتبرهم one feature. هذه advantage إنه أنت تقدر تجيب العلاقات بين الفيتشرز، فبالتالي بيسهل عليك استرجاع الدوكيومنتس أو تصنيفها أو إنه ترجمة النصوص لما تكون في عندك موديل زي هيك. هقيت إيش في عندك موديلز جاهزة أنت ممكن إنه أنت تعملها داونلود. في عندك هنا اقتراحات لثلاثة موديلز، وإذا ما فيش شبكة انترنت، فبالتالي في عندك هنا ثلاث اقتراحات. كيف؟ اوكي ما فيش داعي، لانه انا حدي لك برضو لينك لموديلز بري تريند للورد امبيدنج برضو، يعني غير هدول الثلاثة. فهدول حتلاقي في لهم رابط للصفحة بالإضافة لثلاثة أو أربع مصادر تانيين أنت ممكن تستخدمهم، وممكن تستخدمهم في البروجكت عندك في حال أنه أنت مثلا بتستخدم text classification أو يعني في أي تاسك لها علاقة بالـ NLP. فبتكون أنت يعني لو ما استخدمتش word embedding بيكون في علامة استفهام عليك، فبالتالي ضروري جدا أنه أنت تستخدمها بحيث أنه لأنه هذا الترند حاليا. لا في البروجكت، في البروجكت النهائي اللي عندك أنت بتشتغل على تاسك معينة، التاسك هذه لو بيصلح أنه تستخدم فيها word embedding، فلو ما استخدمتش بتصير أنه بالظبط يعني محل سؤال أنت ليش ما استخدمتش، يعني شو السبب. لأنه شفنا إحنا الدروباكس تبعت السبارس يعني وأنه الدنس أنه أفضل، فبالتالي ليش ما تستخدمها. فعندك هنا الوورد تو فيك هذه من جوجل. جوجل ايش؟ جوجل ملف صحيح، هذه بري تريند موديل. هو احنا يعني عشان نبني الموديل هذا انه يجي يتعلم انه والله الكار والاوتوموبيل هذول انه عملهم مابينج في وان دايمنشن، وانه الجازولين والكار انه السيارة تستخدم جازولين، وطبيب والعيادة انه زي هيك يعملهم مابينج في وان دايمنشن. فبتحتاج انت كوربس وتعمل تريننج عشان يعمل مابينج. فهو ستاتيستيكالي وين ما يشوف انه في منشن لطبيب بيشوف في عيادة، وين ما في منشن مثلا لسيارة انه بتستخدم وقود، فبالتالي بيلاقي انه الكلمات الريليتد مع بعض بالتريننج. هجيت التريننج هذا بيطول، بيحتاج وقت كبير، خاصة هدول المودلز احنا كأفراد ما بنقدر انه احنا نبنيها، لانه انت عندك الكوربوس ممكن تكون انت عندك بتتكون من مليار توكن او حتى يعني 500 مليون الفوكابلري سايز تبعها، فبالتالي بتاخد وقت طويل جدا جدا في الترينينج. جوجل مع الديتا سنتر تبعها ممكن تاخد 1 ويك، يعني قديش انه انت انه هي عندها powerful machine، لكن انه التريننج ممكن ياخد 1 ويك انه تعمل تريننج على كوربوس كبيره. فبالتالي ايش صار الترند انه هم دربوها وعملوا سيف للموديل للفاينل ويتس، فبالتالي انت بتنزلها ومجرد عليك انه انت تستخدمها فقط يعني. تمام. في عندك الفاست تكست، هذه الفاست تكست من الفيسبوك. تمام. والجلاف هاي او الجي لوف اذا بدك من جامعة ستانفورد، في غيرهم كتير. تمام. في واحدة انه لدومين النيوز، في واحدة تانية من التويتر بنينها، فبالتالي بيصير مهمتك انه انت تختار البري تريند موديل بالضبط حسب الدومين اللي انت بتشتغل عليه. تمام. في للويكيبيديا كذلك. ف ظاهر الشاب اللي معاه شو اسمه الاكسس بوينت زعل بطل يجي. ايو جاي في الطريق.
هذا جوجل نيوز اللي حكى عنه زميلكم وهذا جيلوف من جامعة ستانفورد. وفي عندك هذا زيادة تمام، وهذا تبع الفاست تكست اللي حكيت عنه. اللي أنا بدي أسويه إنه أنا بدي أورجي لك ممكن نخليهم زي هيك قبل ما يفتح. برجع بورجيكم اياهم انه انت اي هاد. طيب هجيت هنا عشان تبني الموديل هذا. هاي في عندك السورس كود موجود. طبعا هذا الجي لوف تبع جامعة ستانفورد، جاي من جلوبال فيكتورز فور وورد ريبريزنتيشن. هو عبارة عن وورد امبيدنج موديل بري تريند. هاي السورس كود تبعه تمام. هجيت في عندك كذا موديل. اول موديل تعال اطلع ويكيبيديا دمب تبع 2014، نسخة 2014 يعني سنة 2014، بالاضافة للجيجا وورد 5. الجيجا وورد هذه عبارة عن كوربس اخبار. هجيت التوكنز 6 بليون توكنز، متخيل 6 مليار، والفوكابري 400,000 تمام. طبعا هنا الدايمنشن في عندك 50 100 200 300، فعشان هيك انا لما قلت لك حوالين 300 يعني انا عارف ايش المودلز اللي موجوده تمام. فبالتالي عاده انه المودلز ليش 300 ما فيش جواب محدد، يعني انت ممكن تجرب ازود او اقل لو في حال انه انت بتبني موديل، بس هم يبدو انه شافوا انه هذا الدايمنشن هو الدايمنشن المناسب اكسبيرمنتالي. قديش السايز تبعه؟ 800 ميجا. تعال اطلع على دومين تاني. انت عندك كومن كراول، فهذا عبارة عن كراول، تجميع من الانترنت لصفحات كتيرة متنوعة بما يعادل 42 بليون توكن. شايف قديش فرق بين هاي وهاي تمام. والفوكابلري تجاوز انت عندك المليون و او يعني مليون 2 مليون تقريبا تمام. في عندك الدايمن 300 دايمنشن، والسايز تبعه 1.75 جيجا. هذا برضو كومن كراول تمام، وهذا 2 جيجا، بس هذا الفوكابلري تبعه اكثر. هذا 42، هذا السايز تبع الكراول اكبر، ف 480 او 840 بليون مليار توكن، والفوكابلر 2.2 حجمه كتير كبير 2.3 جيجا بايت. اخر واحد تويتر، فهو عبارة عن تويتس ومعمولها انه موديل 2 بليون توكن، وفيها تو مودلز على ما يبدو تمام. فانت ممكن انه انت تنزل الموديل المناسب اللي انت ممكن انه انت تستخدمه. كذلك جوجل يعني برضو في ديتيلز زي هيك. هذا English World Vectors، هذا ويكي نيوز. ويكي نيوز ويكيبيديا، انت بتعرف انت في عندك ويكي قاموس، في عندك ويكي نيوز للأخبار. ف
فبالتالي هذه بس للأخبار، إنه زيك لو أنت بدك تشتغل على أخبار فممكن تستخدم هدول المودلز. فالروابط تبعهم زي ما أنت شفت هي هم موجودة عندك هنا، تمام. فالword to vec عبارة عن popular embedding method وسريعة جدا في التعلم، والكود تبعها موجود على الانترنت، ممكن تلاقي أكواد كتيرة للword embedding. فالايديا إنه نعمل predict rather than count، يعني في الDF IDF كانت الهدف إنه إحنا نعمل count، صح؟ أنا عند قديش تكرار هذا الايتم أو الفيتشر، بينما هنا بدنا نعمل predict. والله إيش العلاقة بين الكار والأوتوموبيل؟ هل positive ولا negative بهذا الشكل؟ تمام. فبالتالي instead of counting، فايش بدنا نعمل؟ بدنا انه بدنا نعمل prediction قديش الword W بتتكرر بجانب المشمش مثلا او الخوخ. ففعليا احنا بنعمل train لباينري classifier، وهي عبارة عن prediction task. فبالتالي انه حيقول لي انه هو نير ولا مش نير. هذا الكلام احنا بندقش ايش هي التاسك، سواء كانت التاسك هذه ماشين ترانسليشن او سبيش ريكوجنيشن او انفورميشن ريتريفال، بتشتغل مع كل التاسك. ولكن احنا يعني انه الهدف انه احنا نعمل لين لكلاسيفاير ونعدل الويتس بحيث انه يعني يعمل امبيدنج للويتس. تمام. طيب نيجي للسكيب جرام. سكيب جرام هو عبارة عن variation من الword to vec، فهو فعليا بيستخدم النيجاتيف سامبلينج. فبالتالي الستيبس تبعته، أول حاجة إنه treat the target word and neighboring context as positive example. متخيل معايا؟ يعني أنت عندك نص زي هيك إنه مثلاً هذه target word. فينا عندي مصطلحين، إيش المصطلح الأول؟ target word. بروح كل مرة بلف عليهم بختار word by word إنه هي تكون target. تمام؟ وفي عندي مصطلح تاني ايش اسمه neighboring context. فبالتالي انا عندي في التريننج algorithm ممكن اول مرة اختار هذه التارجت وورد، وانا عندي بختار neighboring context على اليمين وعلى شمال بويندو معينة، بعديها بنتقل للنكست هذه بتصير التارجت والneighboring context على اليمين وعلى شمال وهكذا and so on. فبروح بختار انه هذه هي التارجت، وهذا الكونتكست واحد، كونتكست اثنين، كونتكست ثلاثة، كونتكست أربعة، إنه هذه بتمثل كلمات إنه teaspoon of apricot jam a، فهدول neighboring context لهذه target word. هدول إيش بعتبرهم؟ positive examples. مش إحنا حكينا binary classifier؟ فبالتالي أنا في عندي positive examples و negative example. إيش هي positive example؟ إنه كلمات بتكون مجاورة للtarget word في نفس السياق تبعه، والnegative مستحيل إنه تكون في نفس السياق تبعه. تمام، واضح يا شباب؟ لا؟ نعم. طيب. فراندوملي سامبل اذر وورد، كيف نجيب النيجاتيف اكزامبل؟ بروح باخذ راندوم وورد من الليكسيكون، تمام، وعشان اعمل نيجاتيف اكزامبلز انه مش موجوده في السياق. وبروح بستخدم حاجه اسمها لوجيستيك ريجريشن، هشرحه بعد ما اخلص. هذا هو عباره عن كلاسيفاير، باينري كلاسيفاير، انه انا بحط خط هيك بحدد الحد الفاصل، انه اللي فوق اللاين بيكون كلاس واللي تحت اللاين بيكون كلاس تاني. تمام، عشان نعمل distinguish للتو كيسز. ايش هما التو كيسز؟ positive ونيجاتيف. positive في نفس السياق
نيجاتيف خارج السياق ممكن تعتبر انه هدول الكلمات مستحيل يكونوا في خارج السياق. طيب بعد ما اخلص التريننج بروح بستخدم الويتس هدول as embeddings بهذا الشكل، تمام؟ فهنا يعني تفاصيل الموضوع انه target context، فبالتالي انه بروح بحسب كتابل انه انا عندي T و C، T هي التارجت والC هي الكونتكست، فبالتالي هذه التارجت هذه التارجت هذه الكونتكست وهذه الكونتكست، تمام؟ بنروح بنرجع probability قديش انه مرات تكرار هذا الكلام في الريال كونتكست، تمام؟ فبنروح بحسب قديش البوزيتيف وقديش النيجاتيف. بايجرام الويندو هذه ممكن انه هي تتحدد، هو مش بايجرام بس لانه انت فعليا ايش بتسوي، لانه انت بتاخذ الويندو على اليمين وعلى الشمال، تمام؟ هذا الويندو بتساوي 2 معناها بتاخذ 2 على اليمين و2 على الشمال. مفهوم الانجرامز مختلف شويه لانه انت بتروح بتاخذ انه بريدكشن، لا يعني ايش البروبابيليتي للنيكست وورد تكون كذا، انه جيفن ذات لبريفيوس تاخذ ايش بعين الاعتبار النيكست. صحيح صحيح، نفس المفهوم الانجرام بياخذ كونتكست وهنا بياخذ كونتكست، لكن الكونتكست هناك بس بريفيوس، اما الكونتكست هنا انه قبل وبعد. ف لو انت سميته انجرام بيختلط الامر، لكن عشان هيك هو نفس الاشي نفس الكونسبت انه بياخد سياق، فعشان هيك لازم تسميه تسمية مختلفة اسمه سكيب جرام، هو برضو جرام بس سكيب. نعم هذه تونينج للبروبابيليتي، بدنا يعني بنستخدم هنا السيجمويد. دالة السيجمويد اكيد مرت عليكم نوعا ما، تمام؟ بالضبط للنيورال نتورك، لانه احنا حنمر على النيورال نتورك اليوم ان شاء الله هوبفلي. فالفكره في الموضوع انه نعمل فورميليشن لهذا الموضوع، احنا حكينا فوق بوزيتيف ونيجاتيف، هنا بس صاغه كمعادله انه بوزيتيف جيفن ذات target or context، وهنا negative given that target or context، وانه هاي بحسبها بهاي المعادلة بهذا الشكل. بس الفكرة في الموضوع هنا انه negative كيف بحسبه، انه واحد minus البوزيتيف بهذا الشكل، تمام؟ وهذه probability كيف بحسبها من معادلة السيجمويد هاي، تمام؟ هنا بدخل log space وبعتبر انه الكونتكست هذا انه اندبندنت عشان يسهل عليا انه اعمل الناتج للبروبابيليتي عبارة عن حاصل ضرب هنا، يعني مرجي لك اياه في امثلة. فبالتالي انه بروح ببني تيبل زي هيك انه بوزيتيف اكزامبل انه تريننج هاي هادي مع تيبل سبون هاي مع اوف ريزيرفز اور، وفي نفس الوقت انه بيكون في عندي برضو عنده تيبل للنيجاتيف اكزامبل وبصير التريننج لإله بحيث انه يعمل كلاسيفاي للبوزيتيف والنيجاتيف اكزامبلز، تمام؟ طبعا احنا كيف بنبدا الليرنينج، بروح بختار راندوم ويتس في الاول، وهنا ممكن بحكي لك انه هو بيصفرهم وبيعمل ادجستمنت لهدول الويتس بحيث انه في النهايه انه يقلل الايرور تبع الكلاسيفاير تبع اللوجيستيك ريجريشن اللي بيفصل بين البوزيتيف والنيجاتيف اكزامبلز، تمام؟ فبالتالي انه الاوبجكتيف انه بدنا بده يعمل ماكسمايز للبوزيتيف زائد
a negative example. طيب كيف؟ مجموعة تنتين حسب ما كان مجموعة تنتين هو بده يحسن التعرف على البوزيتيف والنيجاتيف اكزامبل. يعني هذا بتقدر تعتبره انه الايرور للبوزيتيف اكزامبل وهنا الاكيوريسي مش الايرور الاكيوريسي للبوزيتيف التعرف على البوزيتيف اكزامبل وفي نفس الوقت برضو بدك يعني تزود الاكيوريسي تبعت التعرف على النيجاتيف اكزامبلز فعشان هيك انه مجموعة تنين. طيب هنا انا بدي ارجع للكتاب وهنا انا بدي احكي لك انه انت ضروري جدا انه انت تطلع على الجزئيات اللي انا بحكي لك عنها في الكتاب بخصوص الجريدينت ديسنت. نعم لانه هنا في رسمة بتساعدني انه انت تتخيل النيورال نتورك طيب computing a gradient. الجريدينت هو فعليا عبارة عن بالضبط اشتقاق partial derivative واللي من خلاله انت بتحدد درجة الميل بالضبط لانه انت بديك تتخيل هذا الكلام حرجع له برضو يعني بديك تتخيل الموضوع زي هيك وين موجود وين انا شفته في الكتاب في لوجيستيك بالضبط هذا بدي اياك تتخيل لي انه هو عبارة عن اللوس او الايرور تمام فبالتالي انا لما اشتق بروح بحسب درجة الميل والهدف انه انا اوجد اكتر نقطة انحدارا في الدالة او اعمق نقطة في هذا الخط واللي هي بتمثل اقل ايرور فبالتالي الهدف يعني هي عبارة عن سيرش بروبلم وانت بتعمل سيرش على النقطة انت عندك اللي بتمثل انت عندك اقل ايرور بالضبط بالضبط فالان الليرنينج ريت انه انت بتعمل ستيب باي ستيب انه انت من هذه المنطقة هذا اتجاه الميل زي هيك ما هو ايش اللي خلى انه ينتقل من هنا لهنا حدد اتجاه الميل فبالضبط فانت انزل تحت في الدحلة تطلعش فوق فلو لو لو ايش اللي خلاه انه ما يروحش بهذا الاتجاه هو فعليا بيشوفش يعني بلايند اعمى فكيف انه بده يحدد اتجاه الانتقال من خلال اتجاه الانحدار عشان هيك بنسميه الجريدينت ميثود تمام فهذه مستخدمه في النيورال نتورك فعشان هيك انت عندك في السلايدز هنا يفترض اوكي فانه ممكن نستخدم الجريدينت ديسنت في التريننج فبالتالي فعليا انه بيستخدم النيورال نتورك وزي ما حكيت لك ستارت ود في راندوم 300 دايمنشن فيكتور اللي هي بتمثل الدايمنشناليتي تبعت الامبيدنج متخيل معايا يا جماعه ايش معناه 300 ايش كتير 300 عاليه يا راجل طيب احنا لما كنا نعد الفوكابلري تبعت البي بي سي وهذه بس هيدلاينز قديش كانت بالكيلو واحنا اذا انت بدك تتعامل كل وورد انه هي عبارة عن فيتشر معنى ذلك انه انت عندك 10,000 وورد فيتشر 10,000 دايمنشن فبالتالي انت لما تنزل لل 300
يعني انت عندك دراماتيك ريدكشن للفيتشرز تبعتك للوورد فيتشرز، فبالتالي صار تقليص بشكل هائل للوورد فيتشرز تبعتك. كنت انت من عشرات الالاف او 100,000 صرت 300، تمام؟ هكذا انت 300 انت بتقارنها بالكلاسيكال داتا سيت تقليدية. انت عندك الفيتشرز ار 4 زي الايريس داتا سيت، مرت عليك الايريس داتا سيت؟ اربعة فيتشرز. شو جاب الاربعة للتلاتمية؟ انت عندك التلاتمية واو، بس فعليا احنا احد اكبر المشاكل عندنا في الناتشورال لانجويج بروسيسنج الهاي دايمنشناليتي تبعت التكست. يعني قد ما اقول لك هاي يعني اكتر هيوج، فبالتالي انه انت تعمل ريدكشن للفيتشر واحدة من اكتر الشغلات اللي انت يفترض انه انت يعني تتعامل معها. ايش اساليب ريدكشن للفيتشر؟ انه يعني لا هذا بي سي ايه، انه لا احنا انا البي بده يكون في عنا اندرستاندينج. انه انت ايش بدك تسوي؟ انه انت تاخد اوتوموبيل وكار وتحطهم في دايمينشن واحدة، هيك بصير ريدكشن، وهو المطلوب. هذا هو الورد تو فيك بالضبط، تحط كل الشغلات اللي لها علاقة مع بعض في نفس الدايمينشن. لا ليش مشكلة في تاسك؟ كيف ببطل في ايش؟ بتسهل لا بت لا بتحسن الاندرستاندينج. فبالتالي انت في الانفورميشن ريتريفال لما انت تيجي انه ادور على كلمه اوتوموبيل، يفترض انه السيميلاريتي انه مع الكيورد هذه مع الكار انه تكون عاليه، فبالتالي بيجيب لك الدوكيومنتس المنشنت فيها كار ومش منشد ومش مذكور فيها الاوتوموبيل، فبالتالي بيحسن النتيجه. فليش انت متخيله انه لا يعني في الانفورميشن ريتريفال؟ لا بالعكس، هذه الشغله ادفانتج. في تكست كلاسيفيكيشن برضو ادفانتج، لانه انت لما تيجي تصنف نصوص وتحط المستندات اللي فيها اوتوموبيل وكار في نفس الكاتيجوري هذا اشي كويس. لكن بينما في تاسك تانية قد يكون الاشي اللي انت بتحكيه مزبوط انه لا لا كيف في الايش في الترجمة في الترجمة عندك، بس ناخد الانكودر والديكودر راح تغير رأيك. بعكس كيف؟ بعكس يعني. هي إيجابية سلبية؟ لا حتكون إيجابية، بس ناخد الانكودر والديكودر. ما هو الماشين ترانسليشن موديل مبني على الانكودر ديكودر موديل، انه انت بتعمل انكود يعني انت بتاخد النص في السورس لانجويج، كيف فعليا تحول من 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 انجليزي لا 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 فرنسي. لما تيجي تحكي I am a student أو تحكي جو سوي اتيدونت، كيف تحولت؟ هذا النص أنت بتروح بتحوله لنمبرز لفيكتور، وهذه العملية بنسميها إنكود. فأنت بترمز الكلمات أنت عندك صارت أرقام، وبتروح تعمل موديل تاني اسمه ديكودر. ايش وظيفته؟ يستقبل الارقام هذه بس بيرجعهاش لاصلها الانجليزي، لا بروح بيجيب الفرنسي المقابل لها، هيك بتصير الترجمه. كيف ما هو انت ممكن يقترح عليك اكثر من كلمه، يعني انت ممكن تقول انا بسوق سياره، فممكن تكون الترجمة two possible translation I drive a car or I drive an automobile، صح ولا مش صح؟ وانت في ترجمة جوجل لما تضغط على كلمة بروح بجيب لك مقترحات تانية للكلمات، فبالتالي بلزم ولا بلزمش؟ تأثير إيجابي ولا مش إيجابي؟ أقنعتك ولا ما أقنعتكش؟ طيب يبقى هذه السمري ملخص للكلام. فعليا انه يعني الدايمنشنالتي زي ما حكيت لك حوالين ال 300، في اول سلايد حكى لك من 50 لغايه 1000
ماكسيموم 1000، ما تزودش عن اكثر من هيك. طبعا الاوبتيمال 300، حوالين 300، لو استخدمت 300 350 400 انه ذاتس فاين. كيف بدنا يعني شو الكلاسيفاير المستخدم؟ لوجيستيك ريجريشن حنشوفه الان. تمام. ممكن كذلك نستخدم النيورال نتوركس باستخدام الجريديانت ديسنت. والفكره في الموضوع انه احنا بناخذ التارجت وورد مع الكلمات اللي موجوده في السياق as positive examples، والاذر بيرز بناخذها كنيجاتيف examples. تمام. وبنخلي الكلاسيفاير انه يتعرف على هدول وهدول، انه تو كلاسز انه زي هيك. تمام. بعد ما تخلص خلاص ببطل يلزمك الكلاسيفاير كود. ايش بيصير؟ تستخدم الويتس بالضبط. طيب نيجي للإيفاليويشن. كيف بدي اقول انه والله هذا الامبيدنج او الوورد تو فيك موديل او الوورد امبيدنج موديل هذا كويس، هذا احسن من هذا؟ كيف؟ هذا اسلوب. عشان هيك انت في عندك هنا ممكن تستخدم ليكسيكونز زي الوورد سيم 353. طبعا هذا ليكسيكون تم بناؤه بشكل يدوي، محدد ايش كل كلمه وريليتد تبعها، بنروح بندخلهم وبقيس السيميلاريتي بين هذول الاثنين. لو طلع انه زي المتوقع بيكون اداؤه ممتاز. او سيملكس 999، هذا يعني ليكسيكون حديث. واضح مصطلح الليكسيكون صح؟ معجم بالضبط، وموضح فيه العلاقة بين الكلمات. أو في عندك داتا سيت من ستانفورد، إيش اسمها؟ ستانفورد كونتكتشوال وورد سيميلاريتي أو SCWS. تمام؟ 2012. في عندك برضو كذلك التوفل داتا سيت، هذه برضو عبارة عن داتا سيت من التوفل، من هو الاختبار الإنجليزية كلغة أجنبية. في أنت عندك برضو في إنه ممكن يختبرك في المرادفات وفي الأضداد وفي الشغلات هذه، فبالتالي معرفة وجاهزة فمستخدمينها كتست سيت. هذا خيار. ولو سألتك في الامتحان بدي إياك تقترح لي أسلوب تاني للإيفاليويشن للوورد إمبيدينج، شو ممكن تقترح؟ هذا خيار، بس في خيار تاني أسهل إنه يكون أوتوماتيك. تعمل موديل إيش؟ للسيميلاريتي. طب ما هو أصلا موديل للسيميلاريتي. لا أنا بقول لك يعني الموديل صار عندي جاهز، كيف نعمل له إيفاليويشن؟ هنا بقول لك طرق الإيفاليويشن، بدك تستخدم ليكسيكون. الليكسيكون موضح فيه العلاقات بين الكلمات، وبتروح تاخد بير أوف ووردز زوج من الكلمات، وبتروح تفحص بقول لك إنه أداؤه كويس ولا لا، واحدة من هدول الليكسيكونز أو الداتا سيتس. في طريقة أخرى؟ أعمل أنا البي تاسك. أو تعمل أنا البي تاسك اللي هي إيش؟ في عندنا تيست داخلي وتيست خارجي. فاكر في اللانجويج موديل في عندك الانترنسيك تيست وفي عندك اكسترنسيك تيست، ان انت تروح تجربه في تاسك، جربه مثلا في ماشين ترانسليشن، جرب هذا الموديل وهذا الموديل، اللي بدي لك نتائج اكثر في الماشين ترانسليشن ايرور اقل يبقى الوورد امبيدنج موديل هذا افضل. او تستخدمه مثلا في التكست كلاسيفيكيشن، اللي ادى لك اف سكور اعلى بيكون هو الافضل. تمام، واخد بالك؟ طيب حقيقة أنا عندي الويندو، الويندو هنا السي بقول لك زائد وناقص اثنين، شو معنات هذا الكلام؟ الكلام تنتين وتنتين، وفي أنا عندي زائد وناقص خمسة، ساعتها انت بتروح بتوسع السياق تبعك، فبالتالي ممكن يكون في عندك اكثر من وورد امبيدنج موديل بقياسات مختلفه. طيب الوورد امبيدنج موديل بالاضافه لاستخدامه في تطبيقات ثانيه زي التكست كلاسيفيكيشن، زي الماشين ترانسليشن، زي الانفورميشن ريتريفال،
برضو ممكن تستخدمه في انه انت تعمل كابتشر لمعنى العلاقات. يعني على سبيل المثال اديته كينج الفيكتور تبع كينج. طبعا الفيكتور لما احكي لك الفيكتور تبع كينج اللي هو الفيكتور تبع الريبريزنتيشن تبع الامبيدنج تبعه اللي هو الدايمنشن تبعه 300 ناقص مان وزودنا عليه الومن يفترض ايش يطلع؟ كوين. واضح؟ بالضبط. عقيت انا عشان يصير في عندي تعادل انه هنا مان زائد وومن هنا انا بطرحها. دكتور ما كيف اضرب بفكر بجو شغلات زي طيب لو عملت باريس ماينس فرانس زائد ايطالي ايش الناقص بيناتهم؟ روم. بمعنى انه هذه لو انا نقلتها للطرف الثاني بالتالي انه هدول الاثنين انه يعني باريس ناقص فرانس زائد ايطالي ناقص روم يفترض يساوي زيرو. كل مدينه والعاصمه تبعتها مدينه في علاقه ولا ما فيش علاقه؟ يعني برضو بديش اياك تخلط الموضوع انه علاقه مرادفات. لا انا برجع باكد لك انه سياره وجازونين دكتور وعياده شط واجازه فيلم فيلم وبوشار في علاقة بيناتهم ولا لا؟ في علاقة استاتستيك تمام. فبالتالي هنا الكلية والطالب الكلية والطالب والمدرس تمام. علاقة ديب بما انه احنا يعني راح نحكي على الديب ليرنينج يعني علاقة ديب اكيد يعني. فهنا الموديل فعليا عنده القدرة انه يكشف العلاقة مان وومن انكل انت. هذا انولوجي بنسميه. ايش يعني انولوجي؟ يعني التعليم بالتناظر. ايش يعني التناظر؟ انت لو جبت ولد صغير بالضبط جيب ولد صغير بتقول له يعني بلاش الكاب جيب ولد صغير تمام وقول له انه هذا لابتوب بيفتح وبيسكر زي هيك تمام. فكرك لو شاف التوست اللي بيفتح وبيسكر زي هيك ايش هيحكي عنه؟ لابتوب. هذا انولوجي يعني هو بالنسبة له اللابتوب أي حاجة تفتح وتسكر تفتح وتسكر تمام. حاجات إضافة لذلك شغلات برضو يعني مدهشة إنه أنت تستخدم الوورد إمبيدنج فيها إنه أنت تدرس التاريخ تدرس التاريخ باستخدام الوورد إمبيدنج. لاحظ إنه إحنا جيت بدينا يعني نحشر أنفنا في كل حاجة إن صح التعبير يعني ندخل حالنا في البيولوجي بندخل حالنا في اللينغويستيكس بندخل حالنا في الطب. فكيف انت ممكن تستخدم الوورد امبيدنج تحاول تشوف مدى التغير في لانجويج معينه تدرس مدى التغير. هجيت انت لو طالب لينغويستيكس وبدك تدرس التغير في لغه معينه بدك تجيب نص قديم وتشوف السياقات تبعت النص وتيجي والله الكلمه هذه كانت تستخدم يعني كانت كلمه قبيحه زمان بس هلقيت صارت عادي او العكس صحيح تمام. فبالتالي يعني على سبيل المثال انه هذه الوورد انه انت بدك تدرس التايم لاين تبعها 1900 1950 2000 وتجيب الوورد فيكتورز تبعتها وتروح تقارن
هاي بهاي، شايفين المؤشر معايا؟ فبالتالي بدك تجيب انه الورد فيكتور تبع الدوغ في 1920 هاي الماتريكس تبعته، تمام؟ هاي الفيكتور تبعها تبع الدوغ، وهي الموديل تبع 1990 وهي الفيكتور تبع الدوغ، بتروح بتقارن هاد مع هاد. طبعا الريبريزنتيشن تبع الفيكتور هذا اللي هو 300 مختلف زي ما انت شايف، هايو شايف هنا، هنا هاي هاي انه كل ما كان اللون داكن اكتر معناها انه انت عندك الويت اعلى بالضبط. فلاحظ هذا الفيكتور وهذا الفيكتور هايو هنا وهنا، الويتس تبعت ال 300 دايمنشن فيكتور هذا مختلفة، فبالتالي فعليا انت بتقيس مدى الاختلاف او تغير اللغة في سياقات معينة. طيب نشوف امثلة. امثلة ناخد على سبيل المثال هاي الكلمة جاي في 1900 كانت انه هذه الكلمة انه related ل daft flaunting sweet tasteful، تمام؟ بينما في 1950 بدأ التغير انه صارت related لكلمات جديدة زي برايت ويتي بهذا الشكل، بينما في بداية التسعينات وصارت ريليتد لشغلات تانية أكتر، يعني أكتر غير بالضبط. صارت إنه مرتبطة بكلمات الهوموسيكشوال والبايسيكشوال اللي هو يعني صارت مرتبطة بالشدود الجنسي، تمام؟ فلاحظ إنه نفس الكلمة كيف تغير استخدامها في السياق التاريخي. بينما كلمة تانية زي البرودكاست نشوف بداياتها، بنروح نفحص كل النصوص من 1850 ايش بنلاقي؟ بنلاقي انه هي related مع كلمات زي sow seed، تمام، scatter. بينما في بداية 1900 البرودكاست صارت مرتبطة بنيوزبيبر تلفزيون راديو، وفي بداية التسعينات ظهرت، انا عندي تيرمز تانية، البي بي سي صارت related في الموضوع، انه قديش انه هاي الكلمة استخدام التغير التاريخي تبعها. تمام؟ طيب هاي كتير بتوضح لك انه يعني برضو انه يعني هم كل الامثلة interesting، يعني حتى كان في كان في لي زميل بيحكي لي انه يعني كان في لاجئ في المانيا من اصل افريقي، تمام، قاعد بيقرا لبنته قصه من المدرسه، من كتاب المدرسه، واجا عند مصطلح معين وشعر بالاهانه الشديده، وراح رفع دعوى على التعليم العالي في ألمانيا إنه هذه الكلمة إنه فيها تمييز عنصري وفيها إهانة وفيها كذا وفيها إنه زي هيك. طبعا القصة في الموضوع إنه هذه الكلمة مثلا إنه قبل 100 سنة كانت إنه عادي، بس هالجيت صارت كلمة قبيحة أو شتيمة أو إنه فيها تمييز عنصري، تمام؟ هاي الكلمة awful بالضبط، سيرمن ماجستيك، هذا في 1800. في 1900 تيربل هوريبل، يعني انت في 1900 بيجي بروح بيقول لك واحد كيف الامتحان، بتقول له والله الامتحان اوفول، يعني امتحان مريع، يعني حاجة هوريبل، يعني مرعب الامتحان، تمام؟ بينما تيجي في شباب التسعينات الشباب الكول بيقول لك كيف الامتحان، بيقول لك awful، يعني صار انه مرتبطة بشغلات weird wonderful. شايف كيف انقلاب المصطلح؟ يعني عارف ايش يعني weird
كيف الامتحان؟ والله الامتحان عجيب، امتحان مدهش، wonderful، weird، عجيب. فيعني اختلاف في المعنى خلال السياق التاريخي هذا برضو استخدام. كيف؟ من سلبي لإيجابي. كلمة أوفل آه. كلمة أوفل آه. تمام؟ لكن دكتور هل في يعني كمعنى تاني بيختلف؟ بمعنى لو فتحت قاموس إلى 1950 فتحت بعد 1970 ما هي المعنيين المختلفين لها؟ نعم. ولا بس الكونتكست هو هي معنيين ديو؟ يعني ككلمة هي لحالها هي الكلمة فيها عدة معاني. بس سابقا كانت تستخدم في سياقات. تمام؟ هجيت تستخدم في سياقات تانية مختلفة. صحيح. بالضبط. بالضبط. لا ممكن برضو تطلع معاني جديدة مش موجودة سابقا. وارد جدا. نعم. طيب. ممكن نستخدم الامبيدنج عشان نشوف البياس. ايش البياس؟ الانحياز. انحياز ضد ايش؟ ضد كلتشر معين، ضد الجندر، ضد ايج، ضد ريس معين. تمام؟ او ايش؟ او انحياز مع. نعم. طيب هجيت الموديل هذا شغال تمام، تيجي تسأله فرانس عفوا باريس فرانس طوكيو الاكس، هاي هو اللي بيفترض يرجع لك اياه اللي هو الانالوجي اللي احنا ضربناه. تمام؟ فايش برجع لك؟ جبل. تمام شغال تمام. فادر دكتور، مادر اكس، نيرس انالوجي، مان كمبيوتر بروجرامر، وومن اكس، هوم ميكر. بايس ولا مش بايس؟ بايس ولا مش بايس؟ هو في الحقيقة يعني حتى الموضوع هذا كتير، فبتلاقي انه في افلام وثائقية او حتى ارتكل بيحكي لك وومن ان تك تكنولوجي. نعم. فبالتالي ربما يعني بيجي بيقول لك انه لا قلائل من النساء اللي ممكن تكون موجودة في التكنولوجي زي ما هو موجود الحال عندنا طبعا يعني. فبالتالي هم في عندهم صعوبة انهم يشتغلوا في تاسك انه بدها تركيز، بدها يعني هارد وورك، شغلة زي هيك زي البرمجة، يصمموا يعني تطبيقات موبايل يعمل. كيف؟ بعرفش بعرف التكنولوجي التكنولوجي تحديدا فيها فيها شو اسمه صحيح. طبعا هذا الاشي انه بيعكس انه بيعكس بايس في 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 المجتمع، وبيعكس هذا البايس الموجود في المجتمع معكوس على الكوربس اللي احنا بنينا فيها منها الوورد امبيدنج. حتى برا موجود هذا الكلام، يعني انت في في افتح وثائق على البي بي سي نفسها في بريطانيا نفسها انه الومن ان تك صعب جدا تلاقي مبرمجة او كيف. بعدين احنا التغيرات اللي بتصير علينا يعني انت يعني انت من كتر ما انت قاعد بتكاوب بتواكب التطور بتلاقي شعرك بقع بتلاقي يعني فالموضوع في يعني ثمن لازم تدفع. Thank you.
طيب هجيت شوف يعني عندك هدول الاوثرز عملوا دراسة انه يشوفوا ايش البايس، استخدموا طبعا بطبيعة الحال جلاف. هجيت الافريكان امريكان نيمز، تمام، زي هدول الامثلة، هدول انه تيبيكال امريكان افريكان امريكان نيمز، في علاقة يعني كتير عالية بين هذول المصطلحات اللي هم أصلاً يعني مش مريحة، زي مثلاً abuse, ugly, stink. يعني أي واحد بتلاقي أفريقي أكيد يعني مرتبط بالأبيوز، تمام، أو مرتبط إنه هو بشع، فبتلاقي إنه لا يعني شغلة كتيرة هيك. كل ما تلاقي اسم أفريقي في أمريكا إنه حتوصفه بالبشاعة، فهذا بايس. طيب بينما أسماء الأوروبية الأمريكية زي ديفيد، براند، غريغ، تمام، ما هيش مرتبطة مع لاف، بيس، ميركل، فبايس. ماشي، ما انا متفق معاه انه موجود في الواقع، بس هل انت يعني اتس اوكي يعني ود يو، يعني انه انت فاين ود ذات، يعني انت تخيل انت ركبت طياره، حجزت تذكره وركبت طياره، انت عشان اسمك هيك او لون بشرتك هيك، لا تفضل انت انزل. انت تخيل نفسك انت تعرضت لموقف زي هيك، انت كيف تتعامل معايا بناء على لون بشرتي أو بناء على اسمي أو بناء على شكلي أو ملامحي؟ أنت ليش بتفترض أن أنا سيء بناء على الشغلات هاي؟ يعني تخيل حالك أنه أنت تحطيت في موقف زي بعكس الموجود، بعكس الموجود، لكن انحياز بايس يعني لا شك، تمام؟ اوكي. كتلخيص للموضوع، هذا طبعا يعني تطبيقات تانية، يعني اخر اشي ممكن يعني تتوقف عنده انه هذه directions جديدة، انه هم بيطرحوا انه يعملوا deep biasing algorithms للword embedding، يعني شغلة انه زي هيك يعني، فمش هتطرق لها كتير، بس انا بدي اتطرق هنا للكونكلوجن. الكونكلوجن حكينا في الفيكتورز على مفهوم الكونسبت. الكونسبت هو عبارة عن word senses، معاني كلمات. لما اقول لك word concept في الانال بي معناها معاني كلمات بالضبط، تمام. في علاقات بيناتها، والعلاقات هذه زي ما شفنا ممكن تكون synonymy, antonymy, subordinate, علاقة relatedness او علاقة similarity بهذا الشكل، تمام. اما الامبيدنجز هو عباره عن فيكتور مودلز للميننج هذول، تمام. وشفنا انه في انا عندي السبارس مودلز زي تي اف اي دي اف او البي ام اي، بير وايز ميوتشوال انفورميشن، او ممكن يكون في عندي دنس موديل زي الوورد تو فيك او الجيلوف. تمام، طبعا شفنا كيف استخدمناهم عشان نعمل انكود للكارت شارتس وستيريوتايبس. ايش هو الستيريوتايب؟ يعني اشكال نمطية. يعني ايش الستيريوتايب تبعت مثلا انه ريس معين انه هدول مخهم مقفل زي هيك، هذا ستيريوتايب. ايش الستيريوتايب تبع مثلا على شو اسمه على شعب معين انه باكلوا كذا زي هيك، تمام. مشهور على الفرنسيين انه هم بيحبوا الباجيت، تمام، كرواسون. شعب تاني يعني ايه يعني ستيريوتايب، يعني انه لا بيكون انه شغلة تانية يعني اكتر.
اوكي هيك بنكون خلصنا الفيكتورز. هنا بدي ارجع لك للكتاب هنا ونحكي على لوجيستيك ريجريشن. لوجيستيك ريجريشن هنا في عندك تعريف مهم بين الجينيريتيف والديسكريمينيتيف كلاسيفايرز. تمام، شو معنات جينيريتيف ايمج وشو معنات جينيريتيف كلاسيفاير وشو معنات ديسكريمينيتيف كلاسيفاير؟ الاثنين بعمل لهم تريننج، بس هداك الهدف منه الديسكريمينيتيف انه انا بعلمه انه يعمل لي كلاسيفاي انه هذه صوره كات وهذه صوره دوغ، بينما الجينيريتيف هو بدرس الانماط، الاثنين بشوفوا الانماط، واحد بده منه اضبط واحد بالضبط، واحد بطلب منه ارسم لي كات. اما هذا مين جينيريتيف، اما الديسكريمينيتيف بطلب منه انه هذه كات ولا دوغ انه يعمل لي تصنيف. هو فعليا انت في عندك انبوت واوتبوت، هو واحد بعطيه داتا بعمل اياها بعمل ايه، بس انا في الجينيريتيف بدي موديل تمام، بس يعني انت ممكن انه يعني انت تدي له انبوت معين ويروح الانبوت هذا انه يطلع لك انه الانبوت هذا انه هو يكون عبارة عن طلب انه انت ترسم شغلة معينة وبروح برسم لك اياه. فبالتالي انت تخيل الانبوت انت عندك عبارة عن مجموعة من الفيتشرز، انه انت انه الانبوت تبع الكات انه ضاوي انه اكتف، والانبوت تبع مثلا تري برضو اكتف، باقي الانبوتس اللي هي بتمثل اوبجكت تانية مش ضاوية، فبالتالي الاوتبوت حيرسم لك كات وشجرة. بينما لو انت اديته انبوت انه يكون كات مثلا وتشير كرسي، فبالتالي حيرسم لك كات على التشير، وحطيت له سياق معين انه تكون الكات على التشير، فبالتالي في انبوت وفي اوتبوت اللي هو الصورة. على تريننج بالضبط، حيشوف ايش الانماط كيف اشكال الكاتس، فبالتالي حياخد النمط العام تبع الكات انه هيك شكل الايرز، هيك شكل العينين، هيك شكل النقشة اللي بتكون على الشعر تبعها زي هيك. تمام، طبعا نفس الفكرة انه بدي اشوف السي هات، السي هات اللي هي الاوبتيمال اللي بتحصل اعلى لايكلي هود او بتكون موست بروبابل، وبدي استخدم هذا الارك ماكس، فبالتالي بدي اشوف كل البروبابيلتي ويجيب الارك ماكس. السيجمويد هذه حكينا عنها سابقا، هاي المعادلة تبعتها، واحد على واحد زائد E to the power Z. تمام، مستخدمة كتير في اللوجيستيك ريجريشن. اللوجيستيك ريجريشن مطلوب مني هذه عبارة عن إيش، معادلة إيش، خط مستقيم بالضبط. الخط المستقيم هذا بيفصل بين two classes. أنت بتقدر تحدد إنه نقطة معينة إنه هي فوق فوق اللاين ولا تحت اللاين، صح؟ إذا كانت positive او نيجاتيف بتعوض في النقطه في المعادله اذا كانت بوزيتيف او نيجاتيف، بتحدد فوق اللاين وتحت، فوق اللاين كلاس تحت اللاين كلاس، بس الفكره وين مين الكلاس هذا بالضبط. فبالتالي تخيل الموضوع عندك زي هيك، تمام، انه انت عندك هنا مثلا نقاط من كلاس معين،
وهنا نقاط من كلاس تاني. فعليا انت ممكن تتحكم في قيمة ال W وال B. ال B هي البياس انه هي constant انه ممكن يكون اللاين زي هيك هيك ايرور عالي. طيب جرب زيحه هيك شوية. هذا انت عملت ازاحة مش زيحه هيك انه تزيح السلوب تبعه. تمام انا بقصد انه كنت اقول زي هيك. تمام بيجرب زي هيك بيجرب زي هيك او ممكن يجرب العكس انه يجرب انه هاي الميل تبعه زي هيك انه يزود بيصير هيك هيك. هذا اكتر واحد انه بتكون المسافات انه هو بحسب برضو المسافات من النقاط هذه. تمام كيف هلا عقد سبورت فيكتور ماشين انه هو ممكن يشتغل على النظام اكثر من كيرنل. اما لوجيستيك ريجريشن عباره عن لينير ايكويشن بالضبط. تمام طيب نيجي لمفهوم الجريدينت ديسنت. بالضبط الجريدينت ديسنت انه زي ما شفنا انه انا بدي اطلع على السلوب تبع اللس اللوس اللي هو الايرور. تمام وبدي استخدم الجريدينت ديسنت الجوريثم عشان اوجد اقل نقطه. انا بدي اقل ايرور انا عندي في هذا هو الجول تبعي. طيب حقيت الجريدينت ديسنت لو انت تخيلته في 2D برضو بده يكون اشي زي هيك. حقيت هادي 1D زي هيك. انا عندي هنا اللوس والدبليو. تمام لما يكون في عندي انه احنا دخلنا البي في الموضوع هنا فبالتالي الكوست انه دبليو وبي فبالتالي بيكون انا عندي عبارة عن بالضبط انه زي هيك. وانا بدي اخد هاجيت لو كان في عندي اكثر من باراميتر يعني نطلع على المعادلة هنا ايش في عندي بس وان بالضبط الاكس عندي اكس واحدة. طيب لو كانت الاكس هادي انه ان دايمنشن بيصير شغلة انت مش قادر تتخيلها مش قادرين نحن نتخيلها ك يعني انه كشيء في ثلاثه الابعاد بس فعليا انه ممكن تستخدم الجريدينت ديسنت عشان انه يعني تجيب اقل ايرور. هذه الاشتقاقات مش مطلوبه منكم. تمام المالتي موديل انه هو بيتعامل مع شو اسمه يعني اكثر من 2 كلاسز ففعليا في عد في لها عده حلول انه انت يعني انه ببني عدد كلاسيفاير بعتبر انه التارجت كلاس انه هو واحد والبقيه كلهم زيروز. تمام او فعليا بيكون في عنده القدره انه يتعامل انه يعني جوا الموديل انه يتعامل مع الفيتشرز هذه او مع الكلاسز هذه انه هي ان كلاسز باستخدام السوفت ماكس. هذه اشتقاقات للدريفاتيف. تمام فهي هي يعني هاي بشكل سريع لوجيستيك ريجريشن انه انت تعرفه زي ما يعني ليش شرحت لك اياه لانه هو يعني مستخدم في الوورد امبيدنج. انه في عن في الوورد امبيدنج مستخدم عندنا شغلتين مستخدم لوجيستيك ريجريشن بالاضافه للنيورال نتوركس. اللوجيستيك ريجريشن هي شرحت لك اياه الان هشرح لك اللوجيستيك هشرح لك النيورال نتورك. لوجيستيك ريجريشن زي ما حكينا انه انت بيكون في عندك 2 كلاسز في الوورد امبيدنج كانت البوزيتيف سامبلز والنيجاتيف سامبلز فبالتالي بدنا يعني نوجد الويت هذا الدبليو عشان يفصل بين التو كلاسز هذول. تمام نيجي الان للنيورال نتورك.
تمام؟ يعني ممكن نستخدمها كذلك إنه إحنا نبني neural language model. طيب نيجي الآن لمصطلحات في البياس. إيش هو البياس؟ هو عبارة عن يعني إنه هذا الثابت اللي بيعمل إزاحة. عندي Z بتساوي B زائد summation. هنا اختلف الموضوع، مش X واحدة summation حاصل ضرب X في W أو W في X. معنى ذلك إنه أنا في عندي عدة features، تمام؟ بالضبط، كل فيتشر في له ويت، وفي انا عندي البي، تمام، وهدول حاصل سميشن، ومزائد البي هذا بيساوي الزي، تمام. فهو هذا هو الويتد سم. كيف؟ ليش قيمتها سالب؟ انت بتسأل ممكن ولا قيمتها هنا سالبة؟ ممكن، يعني مش شرط. طيب مفهوم الفيكتور هنا نتعامل W ضرب X هذا عبارة عن فيكتور، نتعامل معه إنه دوت برودكت. هذا المصطلح الثاني. المصطلح الثالث الاكتيفيشن، تنشيط. ايش هو الاكتيفيشن؟ انه فعليا انه الزي بتساوي الاكتيفيشن، عفوا الواي بتساوي الاكتيفيشن، وهي عبارة عن دالة في الزي. الزي ايش هو؟ الاوتبوت تبع المعادلة هذه. الاوتبوت تبع المعادلة بتروح بتطبق عليه دالة، وهي فعليا دالة السيجمويد، وهي الناتج تبع الاكتيفيشن اللي هو الواي اللي هو الاوتبوت. احنا فعليا يعني يا جماعه بنتعامل ب كيف لا في عندنا اكثر من اكتيفيشن فانكشن. هنا هنا صحيح صحيح، هاي شرحها تحت. اكتيفيشن احنا بنحكي اكتيفيشن فانكشن. في عندك تان اتش، في عندك سيجمويد، في عندك ايش هي ار بي اف، ار ايش ار بي اف، مش عارف مش عارف. هم ثلاثه مشهورين، اه، والتان اتش هي ريت، وفي عندك الريلو، هذه يعني الموست ريسنت، انه هي بوبيلر في النون لينير انه انت تستخدمها، تمام. فبالتالي الناتج تبع هاي المعادله بتروح بتطبقه في الداله، داله السيجمويد هاي 1 على 1 زائد اي تو ذا باور زي. الزي اللي هو هذا الاوتبوت اللي انت طلعته من المعادله هذه، والاي هي الاي المعروفه الاكسبوننشال. نعم تمام. يبقى هذا هو مفهوم الاكتيفيشن. فبالتالي انت بتلاحظ انه انت عندك المعادلة هذه انه بتدي لك هيك بشكل ثابت، انه انت عندك فوق الستة، خلينا نقول انه انت عندك في زيادة بس مش ملحوظة، وهنا برضو عند ناقص ستة برضو نفس الفكرة، وبين هدول انه انت عندك تدرج بهذا الشكل، هي بتتمحور حوالين الصفر. حوالين الصفر اعتقد انه هي 0.5، شايف؟ تمام. طيب عشان تتخيل هاي المعادلة اللي هو dot product مع الاكتيفيشن فانكشن، هو عبارة عن W1 في X1 زائد هاي السميشن، W2 في X2 زائد وهكذا، وهي البي. البي بتحطه كونستانت، تحطه كونستانت هي بلس 1، ممكن تحطه اي فاليو تانية، وبيطلع لك ناتج، والناتج بتروح بتطبقه على سيجمويد اكتيفيشن. هذا رمز السيجمويد.
تمام، بروح بيطلع عندي الاوتبوت واي، هذا عبارة عن نيورون واحد. تمام، هجد في اكتيفيشن فانكشن تانية هي مذكورة هنا اسمها ريلو، اللي هو عبارة عن سيجمويد داتان اتش and ريكتيفايد لينير، اللي هو ريلو بالضبط. كيف؟ صحيح بالضبط. هجد التان اتش هاي معادلتها، الريلو هاي معادلتها. فبتلاحظ انه ايش بدي لك بمصطلحات وتعريفات عشان يمهدك للنيورال نتورك، وهي رسم لك رسمة لكل وحدة. هنا نيجي للإكس أور بروبلم. الإكس أور بروبلم هذه أكيد مرت عليك. هاي أنا عندي الأند والأور والإكس أور، هذا تروث تيبل بهذا الشكل. فبدك تتخيل الموضوع أنه أنت عندك الإكس واحد وإكس اثنين، هدول تو إنبوتس، بتروح بتجيب كل البوسيبل كومبينيشن بيناتها، والواي هي الأوتبوت النهائية. في الأند أنت بيكون عندك بالضبط وحايد عشان يطلع واحد، الاور على الاقل واحده منهم، الاكس اور خلف خلاف، انه كل ما يكونوا معكوسين بيطلع الاوتبوت واحد، اذا كانوا متشابهين بيطلع زيرو. بالضبط هذه هي المشكله. حكيت البرسبترون هو عباره عن يعني او ابسط موديل، انه انت عندك مكون بالضبط من نيورون واحد بالضبط، بيقدر يتعرف او انه يتعامل مع الاند والاور، اما الاكس اور بيفشل فيها. شو السبب؟ بالضبط نون لينير. فبالتالي هنا فعليا الاند نقدر نحط لاين انه اللي تحت اللاين هدول كلاس بيعتبر زيرو كلاس، اللي هو هذه الدويرة المش مضللة، والدويرة المضللة هذه واحد اللي هو كلاس تاني. فبالتالي اي قيمة هنا انه بتطلع يعني انه تحت الكلاس بتطلع زيرو، تحت اللاين بتطلع زيرو، وفوق اللاين بتطلع واحد، وهذا اللاين بيتحدد حسب الدبليو. والاكس والعفوا والاور برضو نفس الفكرة، ممكن انه احنا نوجد لاين يفصل تو كلاسز مع بعض، بينما الاكس اور بالله عليك كيف ممكن نجيب لي لاين يفصل بين التو كلاسز؟ فبالضبط، وبالتالي بده يكون في عندي هنا مالتي لاير بيرسبترون. صحيح، فبالتالي بده يكون في عندك هدول هيدن اتش 1 اتش 2، هدول هيدن لايرز، وهذا الانبوت تمام، وهذا الواي، فبالتالي ممكن انه انت تتعامل معاهم. فبالتالي فعليا انت كل ما تضيف طبقات انت بتفك او بتقلل من لينيوريتي تبعت البروبلم، زي كأنه انت بتعمل له مابينج من مثلا 5D ل4D، زيد كمان طبقة من 4D ل3D لغاية لما تتحول في النهاية على لينير. تمام، هجيت هذا المصطلح FFN feed forward neural network. ايش معنى فيد فورورد؟ معنى ذلك انه الكل نيورون هو فولي كونكتد مع النيورونز في الطبقه التي تليها. يعني هنا شوف اكس 1 موصل ب اتش 1 ب اتش 2 3 4 موصل بكلهم. كيف؟ كل فيتشر مع كل النيورون. ماشي، اتش 1 ما هو هذا برضو يعني هذا انبوت نيورون، انت بتاخذ منه الانبوت، بس شوف لي اتش 1 مع مين موصل؟ مع واي واحد اثنين ثلاثة، فموصل هذا فيد فورورد يعني فولي كونكتد. تمام، المصطلحات ممكن تلاقي انه اف اف ان ان او ام ال بي او اف سي، هدول الثلاثة عبارة عن مرادفات فيد فورورد نيورال نتورك او MLB مالتي لاير بيرسبترون او FC فولي كونكتد. هذول الثلاثه يعني خاصه اذا احنا يعني احنا رح نتعامل مع النيورال نتورك، فبتلاقي الاف سي هي المستخدمه. ممكن تلاقي مكتبه ثانيه بقول لك MLB، مكتبه ثالثه
FNFFNN. اوكي صرنا عارفين كيف شكلها. طيب لما يكون في عندك هنا multiple classes شو بتستخدم؟ السوفت ماكس. وما هي السوفت ماكس؟ يعني هنا تطلع لي على الرسمة ايش في عندك؟ y1 y2 y3 4 لغاية yn. شو بيعمل السوفت ماكس؟ يا واحد يا صفر ماكس. نعم. النتيجة تطلع افترض انه في عندي واي واحد واي اثنين واي ثلاثة. تمام. هنا طلع لي اوتبوت مثلا خلينا نعتبر انه الرينج بين الزيرو والواحد طلع لي مثلا بوينت ثلاثة وهنا بوينت واحد وهنا بوينت ستة. فمين الماكس مناتهم؟ واي ثلاثة. كيف بيعملهم softening؟ فبالتالي بيعمل زيرو زيرو واحد. فبالتالي final class واي ثلاثة. فتخيل انت عندك الكلاسز هذه عبارة عن cat dog horse بالضبط. فبالتالي كيف بدك تحدد الفاينل ليبل؟ واحد لازم يكون واحد والبقية اصفار. فبتاخد الماكس بتحطه واحد وبتصفر البقية. تمام. للتريننج ايش الالجوريثم المشهور؟ الباك بروباجيشن الالجوريثم. تمام. قبل ما ندخل في الالجوريثم خلينا ناخذ بريك. عشان انه احنا محتاجين نعرف مصطلحات قبل ما ناخذ الالجوريثم. اوكي. طيب نيجي لموضوع التريننج. موضوع التريننج ماشي كل حاجة داخل كل حاجة داخل. ماشي تخلصت مواد ولا لسه؟ خلص عشان الاجيال الجايه. لا انت هيك الاجابه بتكون غلط. انا بتوقع منك ان انت تقول حتى لو خلصت يا استاذ بسجلها معك. طيب حقيقة أول حاجة إحنا بنحتاجها في التريننج إنه بنحتاج للوس فانكشن. اللوس فانكشن هي عبارة عن حساب الإيرور. هي فعليا بتحسب الديستانس بين الأوتبوت والجولد أوتبوت. تمام. فبالتالي أنا عندي فعليا الواي بتساوي اف اكس. تقدر تعتبر انه الاكس هاي كابيتال. اذا ممكن الباب لو سمحت. هي عبارة عن فيتشر فيكتور. فيتشر فيكتور والاف هو عبارة عن الموديل فانكشن والناتج هو عبارة عن واي. فبالتالي الواي هو عبارة عن وان دايمنشن وان اوتبوت. تمام. فالفكرة في الموضوع انه انت في عندك واي ترو واي بريد. الواي ترو هو الاكشوال اوتبوت. تمام. انه تخيل انه انت عندك انه مثلا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. واحد كات اثنين دوغ ثلاثة هورس. تمام. والواي بريدكتد اللي هو الناتج تبع الموديل. فبالتالي كيف ممكن نحسب الايرور؟ هو عبارة عن الواي بريد واي ترو ماينس بريد. ببساطة هاي مفهوم الديستانس هو عبارة عن حاصل
طرح بيناتهم، فبالتالي ممكن انه انت تربحها او تاخذ الابسوليوت فاليو بهذا الشكل. طيب كيف بين ايش بالضبط؟ بالضبط هكذا، اذا كانوا متطابقين بكون الايرور زيرو، ما فيش ايرور. تمام. هجيت اللوس فانكشن، بدك الفورميليشن تبعها بحيث انه انت تحسب الايرور. فزي ما حكينا انه انت عندك الواي هات اللي هي الترو ديزايرد، والواي بدون شابو بدون طاقيه هي البريدكتد. بس لا، هذه ديزايرد، هاي البريدكتد. تمام. فبالتالي ممكن تحسب الايرور او اللوس باستخدام هاي المعادلة بهذا الشكل. فبالتالي هي عبارة عن حاصل ضرب الواي في اللوج واي هات، طبعا كل واحدة بالمقابل لإلها، هذا الصميشن بالماينس زي هيك. تمام. هذا بنظام الكروس انتروبي. تمام. الجريديانت عرفنا مسبقا، وهي الاشتقاق تبعه كيف انه انت ممكن تحسبه. تمام. وفي عنا تو باسز في الترينينج. اول باس اسمها الفورورد باس، من خلالها بنعمل برزنتيشن للانبوت زي هيك. تمام. وبروح بحسب الاوتبوت في كل نيورون وبطلع الاوتبوت الاخير. هذه الباس بنسميها فورورد باس، من طبقة للطبقة التي تليها، لأنه أنت تقدرش أنه أنت تأخذ الأوتبوت هذا. تمام. إلا لما لما الدي تطلع، هي الاي بتساوي الدي زائد الاي، هي موصل أنت عندك الاي وموصل الدي. فبالتالي هذا الأوتبوت أو هذه الاي بتقدرش تحسبها خمسة إلا إذا ناتج الدي أنت عندك طلعت اللي هي عبارة عن 2 بي بهذا الشكل، وهذا عبارة عن الإي والسي بالضبط بهذا الشكل. فهي مفهوم الفورورد باس. طيب الباكورد، ساعتها بروح بطبق الجريديانت، بطبق الجريديانت والاشتقاقات هذه اللي احنا شفناها كلها على كل المستويات، وهو فعليا بروح بحسب الايرور. بيقول لك انت في الاوتبوت هاي في عندك ايرور، عشان تعدله ابعت للطبقة اللي قبليها انه انت في عندك ايرور، هاي الادجستمنت عشان يطلع الاوتبوت انا عندي هالقد. والطبقة هذه بتروح بتبعت للي قبليها انه عشان يطلع معايا الاوتبوت صحيح عدل انت عندك كذا. فكل واحد بيروح بيقول للي قبله، فهذا احنا الباس بنسميها back propagation أو backward pass، back propagation algorithm. فبالتالي الايرور بتعمل له back propagate في النتورك من طبقة لطبقة بالضبط. فبالتالي بتعمل adjustment للويت تبعت النيورونز كلها، وهذا الكلام بتعمله بشكل repeatedly عشان انه انت تقلل الايرور الكلي اللي هو عبارة عن حاصل الجمع تبع الايرورز كلها. تمام. طبعا في عنا تفاصيل كتيرة، زي مثلا الدروب اوت. الدروب اوت ايش هو؟ كيف انه فعليا انه هي عبارة عن طبقة ممكن انه انت تحطها عشان تتجنب الاوفر فيتنج، تتجنب الاوفر فيتنج، يعني بمعنى اخر انه الويتس اللي هو تعلمها بتروح تعملها دروب لزيرو. تمام. ايش المشفى ممكن تعمل اوفر فيتنج؟ هو بيختار انت بتضيف طبقه دروب اوت، فبروح الطبقه هذه قبل الاوتبوت مثلا. تمام. فبتروح تختار بشكل عشوائي واحده من الويتس وبتروح بتصفرها في مرحله معينه. بالضبط. ليش؟ لانه زي كانه انت على سبيل المثال، ايش هو مفهوم الاوفر فيتنج؟ حافظ مش فاهم. تخيل ان انا بدرسك مسائل الرياضيات وانت وصلت لمرحله انه انت صرت تحفظ المساله، فلما اروح افركش لك كل اللي انت درسته اللي تعلمته الويتس
بمعنى آخر، ساعتها لا بتصير بتركز على الفهم أكتر من الحفظ، بتركز على الجنراليزيشن أكتر من الحفظ، فبالتالي أنت بتتجنب الأوفر فيتينج. في عنا برضو مصطلح تاني اللي هو اسمه الهايبر باراميتر. الهايبر باراميترز أنا عندي ال W وال B، هدول باراميترز بتم تحديدها مع الترينينج باستمرار. في باراميتر تانية اللي هي أكم طبقة أحط، أكم لاير، قديش الليرنينج ريت، قديش، هذه كلها تحتاج تونينج. تمام؟ طيب هاجت نيجي للنيورال لانجويج مودلز. احنا بنينا لانجويج موديل، اللانجويج مودلز هذه سابقا بميناها انه هي probabilistic. تمام؟ ممكن استخدم النيورال نتورك في بناء لانجويج موديل، فبالتالي احنا هنا كنا ليش نستخدمها؟ نعم، انه نحسب البروبابيليتي تبعت word n given that word n minus 1 word n minus 2 على حسب الانجرام تبعتك، probability حسب السياق. تمام؟ اما في النيورال نتورك انا ببني لانجويج موديل باستخدام النيورال نتورك، فبالتالي بروح بعلمه انه انت لما يكون في عندك الانبوت W1 W2 W3 الى اخره. تمام؟ وخليني استخدم هذا الرسام عشان انه انت تتخيل. فبالتالي انا عندي هنا W1 2 3 4 5، قديش اكم نيورون حيكون انا عندي انبوت؟ على عدد الفوكاب. نعم، تمام. وهنا بيكون انا عندي النيورال نتورك طبعا فولي كونكتد، وهي الاوتبوت. الاوتبوت ايش بيكون؟ برضو W1 W2 W3 على حسب عدد الفوكاب. فبالتالي هنا بيصير في اكتيفيشن انه والله انا عندي هذه الكلمة، هذا السياق تبعي، السياق تبعي والله اجا W1 و3 و7، ايش النكست وورد؟ بروح بعمل اكتيفيشن، والله النكست وورد وورد 70 هاي. فبالتالي نفس هاي انه انت بتعمل بريدكشن للنكست وورد given context، بس هذا statistical. اما هنا بناء على ايش؟ weights بالضبط. وكيف طريقة الحساب والتريننج؟ استخدام gradient. فبالتالي الانبوت انت عندك مثلا ثلاث كلمات والاوتبوت كلمة، هذا التريننج اكزامبل الاول، التريننج اكزامبل الثاني برضو ثلاث كلمات تانية والاوتبوت كلمة، وهكذا بتصفت الداتا سيت انت عندك زي هيك. فبتبني النيورال لانجويج موديل، او بنسميه او اختصارا انه يعني نيورال لانجويج موديل نيو ال ام بيكون بهذا الشكل. طيب في عندي لانجويج موديل تاني ممكن يكون، تمام. فبالتالي زي ما حكيت لك هنا انه الابكامينج وورد فروم prior وورد كونتكست، زي ما انا رسمت لك اياها ووضحت لك اياها بالضبط، ولكن انه بتكون الحسابات بناء على ويتس زي ما ذكرت لك. طيب في موديل تاني ممكن نعمل الامبيدنجز، برضو يعتبر لانجويج موديل ولا مش لانجويج موديل؟ ليش سميناه لانجويج موديل؟ لانه انت فعليا بتعمل مابينج للوردز اللي ريليتد مع بعض في وان دايمنشن. فبالتالي بيكون انت عندك الانبوت زي هيك، نفس ما رسمنا قبل شويه W1 W2 W3 لغاية WN. قديش السايز تبعهم هدول؟ حسب الفوكاب، الفوكابلري تبع الكوربوس تبعتي. تمام؟ وهنا بتكون أنا عندي الطبقات، الطبقة الأخيرة إيش بتكون؟
one output. ثلاثمية مش احنا حكينا انه في الغالب انه 300 يعني الشائع استخدامها، بديش اقول الاوبتيمال، الشائع استخدامها. فبالتالي انت عندك الانبوت زي هيك، فبصير انت عندك لما تدخل مثلا انه هنا كار اللي هي W1 و W3 اوتوموبيل، فبروح انه بعملهم مابينج هدول انه حسب الويتس كلهم ل W2. وإيش كمان ممكن ندخل معاهم؟ التراك ممكن ندخل معاهم، ترين ممكن ندخل معاهم، أي شيء وسيلة نقل تانية. فبالتالي بيصير لها مابينج لدي 2 لون دايمينشن بهذا الشكل. الكلمات ريليتد مع بعض زي مثلا بريف كاريج كاريجوس مثلا، هدول كلهم بعملهم مابينج لدايمينشن معين واحدة من هدول بهذا الشكل. طبعا هدول بطلع أنا عندي أوتبوت، وقد الاوتبوت انه في بعض الاحيان انه يطلع انا عندي هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، وقد يطلع انه بوزيتيف في اكثر من واحدة. دي 7 مثلا، انه يطلع انت عندك دي 7 ودي 2. مش احنا حكينا انه الوورد امبيدنج هو عباره عن تي اف اي دي اف، انه هاي دايمنشن وسبارس، والوورد امبيدنج انه احنا بنعمل له ريدكشن، صح؟ فبالتالي انت بتتعامل مع السبيس من 50 لـ1000 ماكسيموم، وحكينا انه الشائع استخدامه قديش؟ 300. فبالتالي الوورد امبيدنج فعليا كموديل كنيورال نتورك موديل كيف شكله؟ انت عندك الانبوت على حسب عددها، هي عباره عن حسب عدد الفوكابلري عندك، كل انبوت بيمثل كلمه، والاوتبوت اللي هو الفيكتور هذا اللي انت يعتبر الامبيدنج فيكتور تبعك. متخيل الموضوع كيف؟ لا ماشي، بس هذيك كلاسيفيكيشن، هذا مش كلاسيفيكيشن. هذا بده يتعلم انه انت عندك انه يعني انه انت بتعمل برزنتيشن للتكست تبعك زي هيك، انه هو والله بلاقي انه والله لما يكون في عندك اكتيفيشن لهاي واكتيفيشن لهاي، مثلا انه مثلا وورد 3 وورد 7 بتلاقي انه هو في اكتيفيشن متزامن معاهم، انه وين ما تلاقي مثلا هذه الكلمة بتلاقي هاي الكلمة. فبالتالي بروح بتعلم انه والله يعمل adjustment، هدول خلي لي اياهم في dimension واحدة، فبالتالي بخليها هي plus والبقية minus زي هيك. كيف؟ ماشي، ما هو انت حسب التريننج اكزامبلز. مش انا حكيت لك انه انت ممكن تلاقي في جمل معينه تلاقي مثلا كار واوتوموبيل، في هذه حتلاقيها متكرره في اكزامبلز كتير، جمل كتيره. ممكن تلاقي جمل تانية برضو متكرره، انت عندك كار مع جازولين او كار مع ديزل اللي هو الوقود تبعها. فبالتالي هدول الثلاثه بيصير لهم مابينج ريليتد مع بعض في وان دايمنشن. مش هيك سؤالك انت؟ انا جاز لو ايش في 2 دايمنشن. ايش يعني 2 دايمنشن؟ يعني ايش مثلا في 2 ودي 7. يعني هدول التنين ريليتد ل 2 لتو توبكس مثلا، حيكونوا للتنين. يعني بلس للتنين والباقي انه نيجاتيف. يعني مثلا على سبيل المثال تخيل هدول الدايمنشنز بيمثلوا توبيك معين، انه مثلا هذا سبورت، هذا ترانسبورتيشن،
وهذا مثلا vacations زي هيك. تمام. حكيت في رياضات إلها علاقة بالترانسبورتيشن، فبالتالي ممكن تلاقي إنه الكار إلها علاقة سيارة رياضية بالسبورت، وبرضو هي عبارة عن وسيلة ترانسبورتيشن، فبالتالي إنه contribute to two dimension. فهذا بدي إياك تتخيل لي إياه إنه هو عبارة عن فيكتور الفي، هذا اللي إحنا كنا نحكيه، اللي أوضح لك إياه هنا أرجع لك في الكتاب. لا لوحده بتعلم. هو يعني برجع بكرر لك مرة تانية إنه هنا لما نشوف إنه والله في اكتيفيشن بين W1 و W7 اتكررت معاه أكثر من جملة من جملة لحاله، بيدي ويتس لهاي ولهاي بحيث إنه أعلى، بحيث إنه ينعكس في الأوتبوت إنه يصير لها ماب إنتو وان دايمينشن. لوحده بتعلم، مش سوبرفايزد هذا، وأنا ما بحتاج إنه أنا أحدد له لكسيكون، يعني إنه أعرف له إياه أقول له إنه خلي بالك هذه إلها علاقة بهذه. هو بيشوف إنه مع تكرار الأكتيفيشن الكلمات هذه مع بعض إنه بروح بعمل لوحده لينك بيناتهم. أنا إيش كنت بدي أورجيك؟ كنت بدي أورجيك هنا في V2 لما شفنا موضوع إنه أنا بدي أقارن two vectors مع بعض. هاي مش انا حكيت لك هذه الماتريكس انت بنيتها للكوربوس كلها، تمام؟ فبالتالي هذا فيكتور، هذا الفي هو اللي حجمه 300، السايز تبعه 300 اللي انا حكيت لك عنه، تمام؟ فبالتالي بيكون في عندك ويتس اللي باللون الغامق انه بيكون انه تقدر تعتبره بلس بوزيتيف كتير، واللي لونه فاتح بيكون بالماينس، انه هاد يعني هذا هيو ريليتد لثلاث مواضيع، هذا وهذا 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 كمان أربعة، أما هذا إنه أيوه ريليتد لموضوع واحد والباقي كله نيجاتيف بدرجات مختلفة. تمام؟ يعني مثلا ممكن تتيجي تقول إنه السبورت لها علاقة بترانسبورتيشن، إنه في بعض وسائل النقل تعتبر من السبورت، تمام؟ ولكن هذا بعيد، موضوع بعيد كتير، فبالتالي يعتبر نيجاتيف سامبلز مع موضوع مختلف خالص، زي ايش مثلا؟ زي الرياضيات مثلا، او زي الشعر مثلا، فانت عندك توبيك الشعر، فبالتالي انه هذا نيجاتيف كونتريبيوشن وهنا بوزيتيف كونتريبيوشن، نفس المفهوم بوزيتيف سامبل ونيجاتيف سامبل. تمام؟ فبالتالي زي ما حكيت لك انه هاي الانبوت وورد تي وورد تي ماينس واحد اثنين ثلاثة، هذا كلانجوج موديل، وهنا انت بكون انت عندك الاوتبوت اللي هي in the ground there lived، فبالتالي البريدكشن للكلمة هذه صار اكتيفيشن لو y 42 اللي هي وورد 42 الاندكس تبعها انه lived، فبالتالي انت استخدمت previous context عشان تعمل prediction لهذا language model مش embedding. تمام؟ فهيك فعليا بنكون انه احنا خلصنا neural network، تعرفنا على الوحدات تبعت neural network اللي هي bias والweight، وشفنا ايش مفهوم activation function، واخدنا fully connected او feed forward neural network، شفنا كيف احنا يعني نعمل optimization للweight باستخدام gradient descent algorithm، هو من اشهر الالجوريثم وباقي مستخدم لغاية الان. تمام؟ شفنا كيف نحسب الايرور، شفنا كيف نستخدم neural network في انه نبني language model. فبالتالي انا استخدامات neural network في استخدامين اللي هم ايش؟ اعمل
انه given a context انه انا اعمل prediction, يعني انه باستخدام the previous word اعمل prediction للnext word او الword embedding. هاي التطبيقين تمام باستخدام the neural network word embedding. تمام, حقيت هذا الاشي احنا ممكن ناخده عملي باستخدام التنسر فلو. تمام طيب المحاضرة الجاية احنا ممكن ناخد الماشين ترانسليشن وناخد بعض التطبيقات. يعني هنا حنشرح انه شو هي الريكورنت نيورال نتورك بشكل سريع, انكودر ديكودر مع الاتنشن والماشين ترانسليشن. تمام وناخد يعني مش هيكون في عندي متسع فعليا انه ناخد عملي في المحاضرة هذه, فبدي اعمل محاضرة اضافية انه مثلا نيجي يوم معين نتفق عليه, والرغبان انه يجي ويشوف تطبيقات ككود ممكن انه هو يحضر. يعني طبعا حتكون مسجلة فيديو, وانه حتكون على تنسر فلو انه كيف نستخدمه في التكست. حناخد كذا تاسك انه احنا نشتغل عليها بشرحها بهذا الشكل, لانه الكم النظري اللي موجود في المحاضرة الجاية مش حيكون فعلا فيه متسع انه احنا نشتغل عملي. فبالتالي ممكن نشتغل عملي انالتيكي كيف نستخدم الكلاسيفاير انه نحسب البروبابيليتي تبعت, يعني بشكل سريع مش حياخد مني 3 دقائق المثال, انه حكون محضر الامثلة. بعديها حناخد تاسك تكست كلاسيفيكيشن, وبعديها ناخد ماشين ترانسليشن. تمام بنحدد موعد بنحدد موعد الاسبوع الجاي ان شاء الله, لانه المحاضره اللي بعديها اجازه. فبعرفش يوم خميس او يوم خميس صعب, صعب حتى بالنسبة لي كمان. 2 أو 3 أعمل بونص عليها, بيجي الحضور كله وبلغي كل مواعيد السابقة. تمام خلاص بنرتب الموعد المرة الجاية إن شاء الله. يعطيكم نعم.